فيديو جديد ورسمة جديدة. ورسمة النهاردة هنرسم فيها شكل الجمجمة، رسمة حلوة جدا. كل اللي يرسمها معايا يبعتلي على حسابي على الانستجرام او على الفيسبوك، الروابط موجودة في صندوق الوصف. يبعتولي الرسومات وهقولكوا على الغلطات والاخطاء اللي انتوا وقعتوا فيها والتصليحات بتاعتها وازاي تعدلوها، وده هيطور من رسمكوا وهيفرق معاكوا جدا. زي ما انتوا شايفين بدأت اعمل شكل زي الدايرة، ولكن ما قفلتش الدايرة، وبدأت اعمل خطوط المتعرجة او المتنية دي زي ما انتوا شايفين عشان نعمل شكل الجمجمة. طبعا رسمة جميلة وبسيطة. حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان نوصل 14,000 مشترك في اسرع وقت. حطوا لايك، اللايك حاجة بسيطة لكن تفرق في ان الفيديو بيوصل لناس اكتر. حط لايك، لايك مهم جدا جدا جدا. اكتب لي رايك في الكومنتات لان رايك بيحفزني وبيفرق معايا وبيطور من ان انا، بيخليني عايز انزل فيديوهات اكتر واكتر. فاكتب رايك في الكومنتات، رايك بيهمني جدا جدا، ما تستهونش برايك، رايك مهم بالنسبه لي جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين عملنا العظمتين بتاعه الخد بتاعه الجمجمه ونزلنا لتحت عشان نبدا نعمل الفك بتاع الاسنان. طبعا الفك اللي فوق والفك اللي تحت بالطريقه دي هنبدا نعمل شكل زي المستطيل، ونبدا نقسم المستطيل ده لمربعات. هتشوفوا دلوقتي اهو هنعمل شكل كده زي المستطيل، وبعد كده ابدا اقسم المستطيل ده لخطوط كده بالطريقه دي. بعد كده اعمل مستطيل تاني تحت زي ما انتم شايفين اهو، وهبدا اقسم المستطيل اللي تحت ده برضو خطوط كده عشان يديني شكل المربعات. كده احنا عملنا الفك بتاع الاسنان. بعد كده بقى هنبدا نعمل الجزء اللي تحت بتاع الدقن، عظمه الدقن دي. طبعا ما تنسوش تابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى قناة الشورتس، قناة درغام شورتس. وبرضو عملنا حساب على تريدز، تقدروا تكتبوا درغام ارت وهيطلع لكم الحساب. فكل دي هتلاقوا اسمهم درغام ارت بالانجليزي، وهتلاقوا الرابط موجودة في صندوق الوصف. ولو حد عنده سؤال او اي استفسار عن الرسمة يبعت لي الاستفسار او يكتب لي في الكومنتات. الرد على الكومنتات بيبقى اسرع من الرد على السوشيال ميديا. فلو عندك اي استفسار او اي سؤال عن الرسمة اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك على طول. زي ما انتم شايفين بعمل العظم بتاع الجمجمة. طبعا بنعمل اربع عظمات كده عشان تدينا منظر التقاطع كأنهم متقاطعين، يعني كأن عظمتين عكس بعض ولكن جايين من وراء الجمجمة زي ما انتم شايفين اهو. بعد كده بقى اخش في مرحلة ان انا هعمل الفتحتين بتوع الانف، عبارة عن شكل كده زي ورقة الشجر بالطريقة دي. طبعا امشوا خطوة بخطوة، محدش يستعجل ابدا. الاستعجال من الحاجات اللي هتخليكم مش عارفين ترسموا، هتخليكم تكروتوا الرسمة او ما ترسموهاش صح، يعني ما ترسموهاش كويس. زي ما انتم شايفين عملنا العين عبارة عن مثلث مقلوب، وبدأت امسح الزوايد بتاعتي. طبعا كل ده انا مخططه تخطيط خفيف فبقدر امسح عادي جدا ما بيأثرش على الرسمة، لكن لو انا مخطط تخطيط تقيل هتلاقي صعب ان انت تمسح، هتلاقي القلم مش راضي يتمسح معاك. فحاولوا على قد ما تقدروا انكم تخططوا تخطيط خفيف لحد ما تتأكدوا ان انتوا تمام ومش هتعملوا اي تعديلات تانية. بعدها بقى ابدأوا خططوا تخطيط تقيل. طبعا زي ما قلت لكم ما تنسوش اللايك، اللايك حاجة مهمة جدا جدا، واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. ولو حد عنده سؤال او استفسار او عايز نرسم رسمة معينة فبرضو يكتب لي في الكومنتات، وشيروا الفيديو في كل حتة. عايز الفيديو ده يوصل لأكبر عدد ممكن، شيروه في كل حتة عشان يوصل لكل الناس. لو تعرف حد بيحب الرسم او نفسه يتعلم الرسم فابعت له الفيديو على طول وخليه يطبق معانا ويرسم معانا، ويبعت لي الرسمة وانا اقول له على اخطاء بسيطة يعدلها، هتفرق معاه، هطور من رسوماته. وبعمل لكم كده يعتبر زي الكورس المجاني. زي ما انتم شايفين بالقلم الرصاص، بنفس القلم الرصاص اللي احنا كنا بنخطط بيه، بدات اظلل الاجزاء الفارغه او الاجزاء الفاضيه في الرسمه، وبخطط الرسمه كلها يعتبر بخط تقيل كده زي ما انتم شايفين. طبعا التخطيط ده ممكن تعملوه بالقلم الرصاص اللي احنا زي ما انا بعمل كده دلوقتي، وممكن برضو تعملوه باللون الاسود من الالوان الخشب، هتفرق معاكوا برضو. اللون الاسود هيديكوا منظر حلو في الرسمة، هيعمل شكل او لون الاسود الكاتم الاسود الغامق، فهيبقى شكله حلو عكس الرصاصي، هيبقى شكله كده مش اسود قوي. ففي ناس بتحب الرصاصي وفي ناس بتحب الاسود، اختاروا اللي تحبوه اكتر. زي ما انتم شايفين برضو بظل الجزء بتاع الفك بالطريقة دي.
واحدة واحدة، محدش يستعجل. الرسم من اكتر الحاجات، من اكتر الهوايات، من اكتر المواهب اللي محتاجة هدوء ومحتاجة تركيز، محتاجة هدوء اعصاب، محدش بيجري ورانا. الرسم ده عبارة عن روقان، هات مشروبك المفضل، هات حاجة تحب تسمعها، حاجة تحب تتفرج عليها، وابدأ ارسم كده وانت بتسمع. طبعا الاحسن ان هي تكون حاجة بتتسمع مش حاجة بتتفرج عليها. وابدأ اسمع كده وانت بترسم واشرب مشروبك المفضل، هتحب الرسم وهتلاقي ان المود بتاعك بيتحسن وبيفرق معاك بالرسم. طبعا امشي خطوة بخطوة في الاول في الرسمة دي عشان تتقنها وتعرف التفاصيل، محدش يجري الفيديو، محدش يجيب الفيديو في على الاخر على طول بعد كده يقول لي اصلا ما عرفتش ارسمها. امشي خطوة بخطوة، بقول في كل حتة تركاية، بقول في كل حتة تعليمات تعملوها هتفرق معاك جدا جدا. زي ما انتم شايفين بظلل اللي هو برضو الراس من فوق بالطريقه دي، طبعا السمك ما يبقاش كبير قوي ولا يبقى رفيع قوي. وكل ده احنا بنعمله بقلم رصاص عادي جدا، مش لازم يكون قلم ماركه ولا اي حاجه، اي قلم رصاص عندكم هيفي بالغرض. زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا مكانه لون اسود خشب، وبرضو ممكن تستخدموا مكانه قلم حبر جاف اسود. طبعا ممكن يكون جاف وممكن يكون سائل، ولكن الجاف احسن لان السائل صعب جدا ان انت تتحكم في ان هو ما يبقعش على الورق. هتلاقي الحبر نفسه بدأ يروح على كذا منطقة في الورقة، فهتلاقي الورقة كلها بدأت تبقع او تجيب بقع حبر كده، مش هتبقى احسن حاجة، مش هتبقى الطف حاجة. فالقلم الحبر الجاف، وبرضو لازم نكون دقيقين واحنا بنستخدم القلم الحبر الجاف. زي ما انتم شايفين بظلل العينين، وبرضو ببدأ بقى اظلل العظمة اليمين، برضو بمشي حواليها كده زي ما انتم شايفين، والعظمة الشمال اهي، نعمل العظمة الشمال برضو كده بالطريقة دي، والعظمة اليمين من تحت والعظمة الشمال من تحت برضو هنظللهم بنفس الطريقة وبنفس الشكل اهو بالطريقة دي. طبعا كل ده بقلم رصاص، يعني الرسمة كلها بقلم واحد، حرفيا رسمة بقلم واحد. الرسمة مش محتاجة حاجة، مش محتاجة مجهود، رسمة خفيفة كده وبسيطة طلبتوها مني فعلى طول. انتوا عارفين اي حاجة تطلبوها مني بنفذها لكم على طول، اي رسمة عايزينها على طول هنفذها لكم. ما تنسوش اللايك واكتبوا رأيكم في الكومنتات، ودي كانت رسمة النهاردة.